استكمال التغطية الترابية بوثائق التعمير شكل أحد المواضيع التي تناولتها الجلسة العامة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، موضوع يكتسي راهنية تنبع من ضرورة تحيين وثائق التعمير والبناء بمختلف جهات المملكة. نحن الآن بصدد في الوزارة، الوزارة التي أنشئت لتكون يعني مخصصة في التعمير وإعداد التراب الوطني. نحن منكبون على إعادة النظر في كيفية تحيين يعني الوثائق الموجودة، تسريع الوتيرة وإعطاء للجمعات الترابية المرجعية اللازمة للبناء للنمو للتجارة إلى غير ذلك. وتطرقت أسئلة المستشارين أيضا إلى مواضيع أخرى همت قطاعات الصحة والتربية الوطنية والفلاحة والصيد البحري والسياحة والمغاربة المقيمين بالخارج.